ايه هي قصة احمد في سكن الجامعة؟ تخيل انك تروح تقدم على سكن تبع الجامعة، وفي الوقت اللي هتستلم فيه الغرفة بتاعتك تكتشف ان المشرفين بيدوك ورقة تعليمات مرعبة جدا، ومكتوب فيها ممنوع منعا بتاتا انك تخرج برا الاوضة بعد الساعة 2 بالليل، وكمان ان في شخص بيجي في الوقت ده يخبط على كل الغرف وبيحذرك انك مهما حصل ممنوع تفتح له حتى لو بيدعي ان هو صاحبك او زميلك. قصة النهاردة مليانة رعب شكل مش طبيعي، عشان كده هات حاجة تشربها وتعالى نبدأ في الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنتكلم عن قصة احمد في سكن الجامعة المرعب والغريب والاحداث المرعبة اللي مفيش لها اي تفسير. بداية القصة لما كان في شاب عنده 20 سنة وكان اسمه احمد ابو ريشة، وكان احمد ده بيدرس في كلية بعيدة جدا عن المحافظة بتاعته، وكان المشوار بالنسبة له كل يوم متعب جدا، فقرر ان هو يطلب من ادارة شؤون الكلية ان هو عاوز سكن تبع الجامعة. المهم ان بعد اسبوع احمد فعلا سكن في مدينة تبع الجامعة، لكن الغريب هنا ان في اليوم اللي احمد راح فيه عشان يستلم مفتاح الغرفة بتاعته في السكن ده، اتفاجئ بان المشرفين على السكن بيعطوله ورقة التعليمات وبيقولوله ان هي مهمة جدا جدا ولازم تقرأها كلها، عشان بعد كده انت اللي هتكون متحمل مسؤولية اي حاجة هتحصل بعدها لو خالفت التعليمات دي. والغريب في ورقة التعليمات دي ان هي مش مكتوب فيها كلام عادي كده والسلام، لا ده حرفيا مكتوب فيها كلام مرعب جدا، والكلام ده كان عبارة عن ان ممنوع تطلع برا الغرفة بتاعتك بعد الساعة 2 بالليل، وكمان ان في شخص بيجي في الوقت ده وبيفضل يخبط على كل الغرف ممنوع منعا بتاتا ان انت تفتح له، وحتى لو ادعى في الوقت ده ان هو صاحبك او زميلك طنشه وخليك في حالك. وكمان الورقة كان مكتوب فيها ارقام غرف معينة ممنوع ان اي حد يقرب منها، وده غير التعليمات الباقية اللي حرفيا كلها اغرب من بعض. واحمد بيقول في الوقت ده ان هو كان مصدوم جدا من اللي شايفه، وكان بيفكر اساسا يلغي قصة سكن الجامعة ده، بس المشكلة هنا ان مشوار الجامعة كل يوم صعب عليه جدا، لكنه في النهاية قرر ان هو هيسكن فيه وامره لله، مع انه في الوقت ده كان متأكد ان هم قصدهم بالتعليمات دي ان السكن ده مسكون بالجن او الارواح. المهم ان بعد ايام بسيطة احمد جاب هدومه وحاجته كلها وحطها في الغرفة اللي هو هيسكن فيها، وده كان اول يوم لاحمد في السكن ده، وكانت الدنيا ماشية تمام وزي الفل ومفيش اي حاجة. واللي كان قاعد مع احمد في الوقت ده وفي نفس الغرفة دي واحد اسمه عصام، وعصام ده كان هادي جدا وما كانش بيتكلم كتير وكان دايما مشغول بالمذاكرة وبس. واحمد لما قعد معاه شوية سأله عن قصة ورقة التعليمات دي قصتها ايه بالظبط، وعصام رد عليه في الوقت ده وقال له اسمع الكلام واياك انك تخالف اي حرف من التعليمات دي، وقال له كمان ما تسألش كتير وانت هتعرف كل حاجة بنفسك وكل حاجة ليها اوانها. وعدى يوم والتاني والتالت ومفيش اي حاجة بتحصل من اللي كانت مكتوبة في ورقة التعليمات، واحمد كان مستغرب جدا وكان بيقول في عقله ان الناس دي شكلها بتكذب عليا عشان تخوفني وعشان كمان ما اخرجش بالليل، وكان بيقول في سره ان اكيد مفيش اي حاجة اساسا من الكلام اللي هم بيحكوه ده في السكن وان دي كلها خرافات هم بيعملوها. لكن في نهاية اليوم الرابع وتحديدا بالليل كل حاجة بدأت تظهر. احمد بدأ يسمع اصوات غريبة جدا جاية من برا الغرفة، وكانت الساعة في الوقت ده 2:10، والاصوات دي فضلت تزيد لحد ما وصلت عند باب الغرفة، واحمد في الوقت ده كان سامع صوت حد بيخبط على الباب وبينده لاحمد باسمه، واحمد كان لسه رايح يفتح لكنه رجع في كلامه لما افتكر ورقة التعليمات وقال ان اكيد هو ده الشخص او الكائن اللي هم قصدهم عليه، وبالاخص ان الساعة الوقت 2، وعرف في الوقت ده ان اللي برا ده مش بني آدم من الأساس. وطبعا أحمد زيه زي أي شاب عادي كان هيموت من الرعب، وفي نفس الوقت مش عارف يتصرف إزاي ولا يعمل إيه، مع أن الصح في الوقت ده أنه هو كان يكمل نومه وكأن مفيش أي حاجة زي ما التعليمات قالت له، لكنه في الوقت ده قرر أنه هو يقوم من على السرير بتاعه ويروح يصح عصام زميله اللي معاه في نفس الغرفة. لكن عصام في الوقت ده أول ما صحى قال لأحمد ارجع كمل نومك وكأن مفيش أي حاجة وما تقرفنيش
ماشي يا عم وسيبنا كمل نومي عشان ورايا محاضرة بكرة. واحمد في الوقت ده اخد باله ان عصام اخد الموضوع عادي جدا وكأن مفيش اي حاجة، واحمد حاول على قد ما يقدر ان هو ينام، لكن فعلا الموضوع كان جديد عليه وفي نفس الوقت مرعب بشكل مش طبيعي، وبالاخص لما تكون عارف ان اللي بينك وبين الجن او الروح اللي في المكان ده هو مسافة الباب وبس. واليوم ده كان عدى، لكن احمد ما كانش يعتبر جاله نوم اطلاقا، لكنه كان حاطط في دماغه في الوقت ده ان هي فترة بسيطة وبعد كده هيتعود على الحاجات دي زي ما بقيت الطلبة في السكن اتعودوا. وفي يوم من الايام احمد كان ماشي في الطرقة اللي قدام الاوضة بتاعته، واخد باله في الوقت ده ان في بنت واقفة في اخر الطرقة دي، لكن اللي احمد استغربه هنا ان المفروض السكن ده للاولاد وبس وما ينفعش اي بنت تدخله اساسا، فازاي بنت زي دي اساسا موجودة معانا في نفس المبنى؟ وعلى وصف احمد ان البنت دي كان شكلها حلو جدا، واحمد بيقول ان هو فضل متابع البنت دي لحد ما اتفاجئ بان هي اختفت مرة واحدة من قدامه وكأنها فص ملح وداب. وطبعا الموضوع في الوقت ده كان غريب عليه جدا، بس هو طنش وقال في دماغه ان ممكن دي تكون تهيؤات وبالاخص عشان هو يعتبر منامش من امبارح. وندخل بقى في الاحداث الغريبة جدا اللي بدأت تحصل مع احمد بعد كده. احمد في يوم من الايام كان خارج مع اصحابه ورجع متأخر جدا على السكن، وفي الوقت ده الساعة كانت داخلة على 1:30 بالليل، وبوابة السكن اساسا في العادي كانت بتقفل على الساعة 11، لكن في اغلب الاوقات هم كانوا بيقفلوها متأخر شوية. لكن في اليوم ده تحديدا احمد اول ما وصل عند السكن اتفاجئ بان البوابة اتقفلت، وطبعا في الحالة دي هو هيضطر يفضل برا لحد تاني يوم الصبح، وما كانش عارف هو في اليوم ده هيعمل ايه، لكنه قرر في الوقت ده ان هو هينط من على السور وهيدخل الغرفة بتاعته من الشباك، لكنه ما كانش يعرف ان دي هتكون اكبر غلطة هو عملها، لان هو اول ما نط من على السور وطلع على الشباك بتاع الاوضة بتاعته اخد باله ان الاوضة كلها ضلمة جدا والشباك كان مفتوح على الاخر. واول ما احمد دخل الاوضة عشان يشغل النور ويشوف عصام زميله وسايب الشباك مفتوح ليه، اتفاجئ بان الشباك اتقفل وراه مرة واحدة وكأن في حاجة مش طبيعية، وما كانش شايف في الوقت ده اي حاجة بسبب الضلمة الشديدة اللي في الاوضة. واحمد طلع التليفون في الوقت ده ونور الفلاش بتاعه، لكنه اتصدم في الوقت ده صدمة عمره، لانه اكتشف ان دي اساسا مش الاوضة بتاعته، وان هو دخل اوضة تانية ما يعرفش عنها اي حاجة، لا وكمان الاوضة دي كان باين عليها مهجورة من زمان جدا وكان شكلها اساسا مرعب، وحتى السراير اللي فيها عليها بقع دم وعنكبوت من كل حتة. وراح احمد طلع يجري على طول عشان يفتح الباب، لكنه اخد باله في الوقت ده ان الباب مقفول بالمفتاح كويس جدا من برا، وطبعا دي كانت حاجة عادية لان دي اساسا اوضة مهجورة من زمان، فاكيد مشرفين السكن هم اللي قافلينها. ورجع احمد تاني يجري عشان ينط من الشباك، لكنه اتصدم لما شاف الشباك مقفول ومش راضي يفتح، وكأن بقاله 100 سنة محدش قرب له ولا لمسه. واحمد في الوقت ده طبيعي زيه زي اي شخص عادي كان هيتجنن من الرعب والخوف. ومرة واحدة احمد حس ان في صوت همس جاي من وراه، واول ملف وراه عشان يشوف مين، اتفاجئ بان دي نفس البنت اللي شافها في اخر الطرقة من كام يوم، وكان شكلها في الوقت ده عادي جدا وكأن مفيش اي حاجة. والبنت دي وجهت لاحمد سؤال وقالت له ايه اللي جابك السكن متأخر في الوقت ده، فقال لها احمد ان هو كان سهران مع اصحابه واتأخر شوية، وسألها هو انت بتعملي هنا ايه ودخلتي هنا ازاي اساسا. لكن للأسف الشديد احمد في الوقت ده كان فاكر ان هو بيتكلم مع بني ادم بجد، لكنه ما يعرفش ان ده الجن او الروح اللي ساكنه في المكان ده. المهم ان البنت دي بدأت بعد كده ملامح وشها تتغير بشكل مرعب جدا، واحمد في الوقت ده اول ما شافها بدأ يستوعب حجم الكارثة اللي هو فيها، وعرف ان البنت اللي قدامه دي مش من الانس اطلاقا. وطبعا احمد في الوقت ده فضل يصرخ باعلى صوت عنده عشان حد يلحقه، وطبعا في الاغلب اي شاب مكان احمد كان هيعمل نفس التصرف ده. وفجأة البنت او الجن ده اختفى من قدامه مرة واحدة، واحمد في الوقت ده طلع
يجري من تاني على الشباك وفضل يحاول يفتح فيه، لكنه كان من سبع المستحيلات ان الشباك ده يتفتح. واحمد انهار من العياط في الوقت ده من كتر الرعب والموقف الصعب اللي هو محطوط فيه، ورجع من تاني يحس بان في صوت حد في الاوضه، وكان كل شويه يتلفت يمين وشمال ويبص على مين اللي حواليه، لكنه ما بقاش يشوف حد. لكن احمد في الوقت ده اول ما رجع يبص على السرير اللي جنبه من تاني، شاف حاجة حرفيا كانت هتتسبب في ان قلبه يقف. والحاجة دي ان هو شاف شخص ميت ومتكفن ووشه بس هو اللي ظاهر. والمرعب في الموضوع ده اكتر ان عينه هي اللي كانت مفتوحة، لكن ملامح وشه حرفيا كانت ملامح شيطانية. واحمد في اللحظة دي قال ان هي دي النهاية وخلص كده، هو كده كده ميت. وبدأ يدعي ربنا ويقرأ قرآن بصوت عالي جدا وهو عمال يعيط. وفجأة سمع صوت أذان الفجر بيأذن، وشاف في الوقت ده باب الأوضة اتفتح لوحده، وحتى الكائن أو الشخص الميت اللي كان على السرير اختفى ومعادش له أي أثر تماما. وطبعا أحمد في الوقت ده أخد نفسه وطلع يجري بره الأوضة على طول. لكن الصدم هنا بقى إن هو أول ما بص على رقم الأوضة وهو طالع، اكتشف إن هو كان في الأوضة اللي مكتوب له في التعليمات ممنوع يقرب منها مهما حصل. المهم إن بعد كده أحمد طلع يجري على الأوضة بتاعته وفضل يخبط على الباب علشان عصام يفتح له، مع ان هو كان متأكد في الوقت ده ان عصام مستحيل يقوم ويفتح الباب بالذات في الوقت اللي هو فيه. لكن اللي حصل كان عكس المتوقع تماما، وعصام قام وفتح الباب وكأن مفيش اي حاجة. وده وضح لأحمد في الوقت ده ان عصام كمان ما بيلتزمش بالتعليمات اللي مكتوبة في الورقة، لان هو لو كان بيلتزم بالتعليمات دي مستحيل كان يفتح له في الوقت ده. واحمد دخل الأوضة على طول وكان هيموت من الرعب، وحكى لعصام على كل حاجة حصلت. لكن عصام برضه في الوقت ده أخذ الموضوع عادي جدا وكأن مفيش أي حاجة حصلت. وطبعا رد فعل عصام في الوقت ده خلى أحمد يرتبك أكتر. لكن أحمد في الوقت ده كان تعبان جدا بجد، وقرر إن هو هيروح ينام. وفعلا أحمد نام وصحي تاني يوم على الصبح، ونزل حكى للمشرفين على اللي حصل معاه امبارح. والمشرفين في الوقت ده فضلوا يبصوا لبعض وكأنهم عارفين حاجة ومش عاوزين يقولوها، وقالوا لأحمد في الوقت ده إن ده بسبب إن أنت خالفت التعليمات، وده لو اتكرر أو حصل تاني إحنا هنضطر إن إحنا نفصلك من السكن. وأحمد سمع كل كلامهم في الوقت ده، لكنه كان بيقول في سره إن هو ده كده كده هيكون أول وآخر أسبوع ليه في السكن، لحد ما يشوف سكن خارجي بعيد عن الجامعة. وبعد الموضوع ده بحوالي يومين تلاتة، أحمد كان قاعد عمال يذاكر في الأوضة في أمان الله، وعصام زميله في الوقت ده كان نايم. والمشرفين اتصلوا على أحمد وبلغوه إن في واحد جديد هيجي يسكن معاه في نفس الأوضة. وأحمد استغرب جدا وقال لهم هيسكن معايا إزاي والأوضة ما فيهاش غير سريرين، وقالوا له وفيها إيه؟ ما السرير التاني كده كده فاضي. لكن الصادم هنا لما في واحد من المشرفين قال لأحمد أنا مسلم لك الأوضة فاضية ومفيش حد ساكن فيها غيرك. وأحمد رد عليه في الوقت ده قال له طب عصام اللي قاعد معايا ده مين؟ وقالوا له في الوقت ده ان مفيش حد في السكن كله باسم عصام ده اساسا. وهنا احمد بدأ يفهم ان عصام ده مش بني ادم، وان هو واحد من ضمن الجن والارواح اللي موجودة في المكان. وفي الوقت ده احمد بص على عصام وهو نايم على السرير ومحاولش يوضح له اي حاجة، مع انه كان شاكك فيه من البداية بسبب تصرفاته الغريبة جدا. وعلى طول احمد بدأ يلم كل هدومه وحاجته من غير اي تفكير، وده كله طبعا من غير ما يحسس عصام او الجن ده باي حاجة. وقرر ان هو هيسيب السكن حالا، ونزل فعلا للمشرفين وسلمهم مفتاح الاوضة من غير ما اتكلم معاهم في حرف، وقال لهم انه هيسيب السكن وانه معدش هيكمل فيه. ومن بعدها واحمد معدش بيفكر يرجع للسكن ده تاني مهما حصل، وقرر ان هو يبعد عن اي سكن يكون تبع الجامعة دي تماما. قل لنا لو انت مكان احمد كنت ممكن تكمل في السكن ده، ولا كنت ممكن تعمل ايه؟ او كنت من البداية اساسا بعد ما تشوف التعليمات دي كنت هتسكن فيه؟ ما تنساش تسيب لنا رأيك في التعليقات وتعمل لايك عشان تشجعنا على نشر المزيد. وطبعا مش محتاج افكرك انك تشترك في القناة، عشان لو ما اشتركتش هيفوتك عالم كبير جدا من القصص الغريبة والمرعبة. واشوفكم على خير الحلقة الجاية، والله الموفق والمستعان، والسلام عليكم ورحمة الله.